السلام الله عليكم طلاب الاهتمامات التطبيقية، إن شاء الله يا رب تكونوا بخير. نكمل موضوع الريلايبيليتي ثيوري. مذكركم شو اللي عملناه قبل. احنا كنا أي كومبوننت، أي جهاز أو أي مركب في له ريلايبيليتي وفي له هازارد جيت فانكشن كنا نحسبه إياه. هلا بدنا نتعامل مش مع جهاز أو مركب واحد، بدنا نتعامل مع كونكشنز، مع ما عدة أجهزة. أي جهاز في الدنيا يكون فيه مترابط ببعض، زي الانتجريتد سيركتس اللي هو الدوائر المتكاملة وكذا، يكون فيها أكثر من شغلة، أكثر من سنسور، أكثر من قطعة. هذول القطع يكونوا موصلين مع بعض، تصير سيستم كامل فيه له ريلايبيليتي بدها تنحسب، فيه له هازارد ريت بده ينحسب بناء على المعلومات اللي أخذناها سابقا. حندرس نوعين، حندرس السيريز كونكشنز والبارلل كونكشن، التوصيل على التوالي وعلى التوازي. اللي بيعرف فيزياء هو جماعة الكهرباء بالذات، هندسة الكهرباء والفيزياء بتتعاملوا مع هاي الأمور. احنا بهمنا البروبابيليتي انه هذا السيستم يعيش أكثر من قيمة معينة، فبالتالي بهمنا الريلايبيليتي تاعته، للكفالات وما كفالات، مش بهمنا آلية العمل داخلها. أنا عندي سيستم كامل مكون من عدة كومبوننتس، كل واحدة لها ريلايبيليتي، لها هازارد بريك، لها بي دي اف. احنا كنا نشتغل على واحدة فيهم. هلا لما يكون عندي كونكشن، سيريز كونكشن، تخيلوا كأنه تيار كهربائي داخل لأول واحدة. هلا اي وحده تعطل فيهم تيار كهربائي ما راح يطلع، بالتالي السيستم كله راح ينهار. فان ذيس كيس كان بي اف وان اوف ذا كومبوننتس فيلز ذا هول سيستم فيلز، وحده تخرب كل السيستم خرب. تمام؟ فالريلايبيليتي للسيستم كله اقل او يساوي الريلايبيليتي لكل وحده فيهم. اقل الريلايبيليتي لكل وحده فيهم، لانه اقل ريلايبيليتي في هذول المينيموم، اقل وحده خربت بخرب السيستم كله، فهو يساوي المينيموم تاعته. النوع الثاني parallel connection، توصيل على التوازي بهذا الشكل. بدخل التيار هون بوزع عليهم كلهم بنفس الوقت وبطلع منهم كلهم. هلا اذا خربت هاي بتوصل وبتطلع بضل شغال السيستم. يخرب جزء فيه بصير فيه عطل لكن ما بخرب كله. فهون عشان يخرب هذا لازم كلهم يخرب. فالريلايبيليتي في هاي الحاله للسيستم هون او التايم تو فيلر تاعه هو الماكسيموم للتايم تو فيلرز لكل الكومبوننتس. فهذا عشان يخرب بكفي واحدة تخرب بخرب السيستم كله، وهذا عشان يفشل لازم كلهم يفشلوا. واحدة ما بتكفي و10 ما بيكفوا وهم كلهم يخربوا عشان يخربوا. فاحنا حندرس السيريز كونكشن كيف نحسب الريلايبيلتي والهازارد ريت له لكل السيستم، اذا عرفنا لكل واحدة فيهم. حندرس البارلل كونكشنز كيف نحسب الريلايبيلتي والهازارد ريت له كله، اذا عرفنا لكل واحدة فيهم الريلايبيلتي فانكشن والهازارد ريت فانكشن. بعدين حنعمل ميكس بيناتهم. حندرس شيء ندخلهم ببعض. هذا في سيريز كونكشن. حنبدأ بالسيريز كونكشنز وحنبدأ بهدول الأسامبشنز اللي احنا مفترضين انه بهذا الشكل بنشتغل معه على هذا الأساس. أول أسامبشن حشتغل عليه بدنا نكون عارفه انه all the components must be operating for the whole overall system to operate. The overall system to operate هذا لازم كلهم يشتغلوا عشان يشتغل هذا السيستم. وهذا الحكي اللي حكيناه هون، لازم كلهم شغالين عشان يوصل التيار الورك الاولى والثاني ويطلع السيستم يكون شغال. كل واحد فيهم فيلز اندبندنت، فالتايم تو فيلر هون البي دي اف هاي وهاي وهاي اندبندنت هذول عن بعض، وبالتالي لما يكونوا اندبندنت لما تحسب probability لهاي probability لهاي الانترسكشن بتحول لضرب. والبي جوينت بي دي اف بتحول لضرب المارجنز، تتذكروا نظريه الاحتمالات، والجوينت سي دي اف بتحول لضرب المارجنز. وما إلا الجوينت سي دي اف بتحول للضرب المارجنال سي دي افس، الريلايبيليتي لهم كلهم الجوينت ريلايبيليتي هي 1 ماينس السي دي اف، فبالتالي بتتحول برضه لحاصل ضرب ضربهم كلهم. فالريلايبيليتي برضه بتتحول لحاصل ضرب هون لهم كلهم في هاي الحاله. حنسميهم البي دي اف او السمر فيلر لو بمعنى البروبيتي بسموه بي دي اف، حنسميه سمول اف اف تي زي المستعملين لكل واحده، يعني هاي لها اف 1 اف تي، لها ريلايبيليتي ار 1 اف تي، هازارد ريت H1 of T، هاي F1 F2 of T، R2 of T، O2 of T، and so on. تعالوا نشوف كيف بدنا نحسب الريلايبيليتي بهاي الحالة بالسيريز كونكشن. عندكم شوفوا هون نبدأ بالسيريز كونكشن ونشوف كيف بدنا نحسب الريلايبيليتي للسيستم موصول القطعة فيه على التوالي. كيف تنحسب الريلايبيليتي؟ يعني هذا الفني ممكن يعيش اكثر من هذا لكن هذا حسابات اسهل من هذا. اول شيء بدنا نكتبه هون نتعامل معه بما انه
they fail independently since the components fail independently. Then the reliability for the whole system is حسبيها R of T هي عبارة عن حاصل ضرب الريلايبيليتي أول كومبوننت ثاني سلم إندبندنت الريلايبيليتي لثاني كومبوننت الضرب الثالث الرابع لحد الألف يعني حاصل ضرب الريلايبيليتيز كلهم أو بكتبها هذا الشكل البرودكت I from 1 up to N Ri of T هو عبارة عن حال بكل بساطة حاصل ضرب الريلايبيليتيز واحنا بنعرف انه reliability هي عبارة عن e to the power t بطلعها من hazard rate هذه e to the minus integral من 0 ل t h of x dx واحنا بنعرف في حالة الضرب نجمع الأسس فهذا بصير عبارة عن e to the power minus integral من 0 ل t مجموع hazard rates I from 1 up to فهيك صار شكل الريلايبيليتي تاعتهم وبالتالي انا بقدر استنتج انه الهازارد ريت زي ما هو هون هاي الريلايبيليتي الهازارد ريت اذا هذا جوا التكامل فالهازارد ريت هو مجموع الهازارد ريتس تاعون كل الكومبوننتس اللي جوا انا هيك عرفت شكل الريلايبيليتي اذا بعرف الهازارد ريت لكل واحد فيهم كيف اطلع الريلايبيليتي للسيستم كله اذا كان سيريز كونكشن موصول على التوالي بالتالي بستنتج انه هذا شكل الهازارد ريت لكل السيستم اذا بعرف كذول الهازارد ريت لكل وحده ما علي غير اني اجمعهم نكتب هاي الملاحظه Series connection لموصولات على التوالي. The series connection is equivalent to a single system with failure rate function. معطى كالتالي h of t للسيستم كله هو summation h i of t i from 1 up to n فانت هلا كيف تقدر تحسب اذا اعطيتك الهازارد ريت لكل وحده الهازارد ريت للسيستم كله هو مجموع الهازارد ريتس وطبق هذا القانون انت طلعت المجموعات اللي هو نفسه هذا احنا بنعرفه e to the minus equal to 0 t hazard rate هذا الجديد فطبعا reliability للسيستم كله بس اذا كان معطيني reliability لكل وحده فالريلايبيليتي the whole system هو عبارة عن حاصل ضرب الريلايبيليتيز of the components طيب هي اخر special case منها بقول لكم هون in the special case when each component has a constant failure rate in the special case وهذه نسأل عنها كثير the special case when each component has a constant failure rate سمينا h i of t equals c i كل واحدة constant بس مختلف لما عطيه index i يعني h1 c1 constant i مثلا 2 h2 of t c2 constant 10 5 and so on أرقام مختلفة then the expected time to failure mean time to failure أو the expected lifetime هتاعتنا هي عبارة عن بحكي بدها إنها 1 over مجموعة دول الكونستنت
بدنا نعمل بروف لهذا الحكي. هنعمل البروف بطريقتين. بدنا نثبت هذا الحكي انه اذا كان الهازارد ريت عباره عن كونستنت لكل واحده كل كومبوننت، فالاكسبكتد تي فاليو لتي راح تطلع عباره عن 1 اوفر السم لهذول الهازارد ريتس. واذا بتتذكر لما كانت عندي كومبوننت واحده معبره بفاكتور كنا نحكي اذا الهازارد ريت كونستنت وكون توزيع تي غير الاصل من اكسبوننشال والمين تاعه هو مقلوب هذا الكونستنت 1 على سي اي، هاي عباره عن 1 على مجموع هذول. لانه احنا اصلا في الاكسبوننشال بنعرف انه مجموع الاكسبوننشالز بيديله علاقه بالجاما وبنجمع الالفاز بتحكروا في الجمع وبيطلع عندي نفس الحكايه هاي. المهم علينا نثبتوا هذا الحكي البروف تاعه. حددوا طريقتين، الطريقة الأولى إحنا بنعرف إنه الهازارد ريت لكل السيستم عبارة عن مجموع HI of T من هاي المعلومة، واللي هو حيطلع sum ل CII from 1 up to N. هلا الريلايبيليتي حسب هذا القانون بقدر أحسبه R of T عبارة عن e to the minus integral من 0 ل t لمجموع سي اي اي من 1 ل n دي اكس، نضرب هذا ثابت في طول الفترة ل e to the minus summation سي اي اي from 1 to n times t. هلا حسب القانون اللي أخذناه بالمحاضرات اللي فاتت expected value ل t و integration من 0 ل infinity للreliability function، يعني integration من 0 ل infinity لهذا الفانكشن summation ci مضروب في t i from 1 up to n dt. كلكم بتعرفوا تكامل الـ exponential function هو نفسه ci times t على الـ coefficient لـ t هو minus summation ci from 0 to infinity عوضوا الـ infinity هاي بصير 0 minus عوضوا الـ 0 هاي بتصفي 1 على negative summation ci وتساوي 1 over positive summation ci i from 1 up to n. That's required. مرة حبرنا استعمال تعريف الـ expected value طريقتين عشان تعرف تتعاملوا مع القوانين برضو ممكن تحتاجوا لقدام تشرحوا تستفيدوا من أي تكنيك يعني ما بضرش. أي معلومة رئيسية هي هاي والريلايبيلتي عن القانون عادي بحسبه e to the minus integral من 0 ل t لهذه ال h of t و h of x dx و special case إذا كان constant ال expected value هو 1 على مجموع هذول ال constants أو هحسبه بطريقة ثانية إنه ال expected value لل t هي integration من 0 ل infinity t ضرب ال pdf. هذا اللي بنعرفه. بس احنا بنعرف الـ PDF من المحاضرات اللي فاتت هي عبارة عن h of t في e to the minus integral من 0 ل t h of x dx. يعني f of t راح تطلع عبارة h of t طلعناها summation ci i from 1 up to n e to the minus هاي summation ci constant في طول الفترة مضروب في t. فهلا انا المطلوب مني expected value of t integration من 0 ل infinity t في pdf، يعني هذه summation ci i from 1 up to n مضروب في t مضروب في e to the minus summation ci times t dt. هذا الانتجريشن كلكم بتعرفوا تعملوه by parts، اعملوا تكامل بالاجزاء بيطلع معكم نفس النتيجه. يعني في اكثر من طريقه عشان نحل عليها. ناخذ اكزامبل ونشوف كيف نتعامل مع هيك حادث. يعني مش كثير صعب السيريز كونكشن، بس لازم تكونوا عارفين انه حاكي لكم السيريز كونكشن. يعني موصولين على التوالي.
شوف اكزامبل، شوف احكي هذا السؤال وال1 One conveyor belt system has 10 bearings, all of which must work. طلع علي جدا. All of which must work in order for the system to work. In order for the system to work. هاي الجملة لحالها هي لازم كلهم يشتغلوا عشان يشتغل السيستم، يعني انه اي واحدة من مذاكرتك دخل السيستم تعرف انه هذا سيريز كونكشن. يعني من غير ما يحكي لك سيريز كونكشن لازم لحالك تعرف. بقول لك each bearing، كل واحدة من هذول has a constant failure rate. هذا على الحالة الخاصة اللي قبل شوي أثبتنا الـ expected value تاعتها HIFT، بس معطيني 10 to the minus 2 per hour، كلهم نفس الـ constants. بقول a proposed new system، هلا واحد يجي يعطيني معلومات عن سيستم جديد. A proposed new system has only 5 bearings. هذا بس في 5 bearings، هذا في 10. 5 bearings each with a failure rate function H أو فان أي حرف ال H سميها small r sub I of t equals constant c times 10 to the negative 2 times t. هاد اللي معطينا إياه للهازارد ريت لكل واحد فيهم من هذول الخمسة. If both systems have the same mean time to fail, if both systems have the same mean time to failure, time to failure, which system is preferable? This and which system is preferable? أي واحد يفضل أن يستعمله في هذا السيستم. If it is important that the system operates continuously بدون توقف يستمر بالشغل for 8 hours، يعني ما يفرغ خلال أول 8 ساعات، and هيك after which maintenance can check for repairs. تيجي الصيانة تقدر تعمل فحص وتصلح أي خلل ممكن يصير. أول 8 ساعات بدناش نعمل صيانة، بدنا إياه يشتغل عادي. شوف الكرايتيريا اللي إحنا عندي two systems. First system وبوث والسكند سيستم موصولين على التوالي series connection. أنا حكالك واحد فيهم خرب بخربوا كله. معطيني الهازارد ريت لكل واحدة هون، معطيني اياها 10 to the negative 2. فالهازارد ريت للسيستم كله هو مجموع هذول، مجموع هاي من 1 ل 10 احكي.
هذا summation 10 to the minus 2 I من 1 إلى 10. يعني كأني أنا شو بعمل؟ بجمعهم هاي بعشرة بتصير 10 times 10 to the negative 2 بتصير 10 to the negative 1 اللي هي 11. وأخذت المعلومة إنه في هاي الحالة الـ expected variability هي مفروض الـ hazard rate هذا مفروض مجموعهم فبطلع 10 hours. بطلع عندي 10 hours. لو هون برضه لازم يطلع نفس الكل، يعني هذه هذه they have the same mean time to failure، فلازم هذا mean 10 وهذا يطلع mean برضه 10. فهي الفكرة اللي بدي اطلع السي منها. المعلومات الثانية اللي معطيني اياها هون، معطيني الـ hazard rate لكل وحدة عبارة عن c times 10 to the negative 2 times t. هلا h of t الـ hazard rate للسيستم كله قلنا في حالة الـ series connection هو summation ل h i of t i من 1 up to n. فهدول عندي اياهم constant، هاد فيش في i كلهم constant بالنسبة ل i، يعني ف r1 of t هي هاي، r2 of t هاي من 1 لا والان عندي اياها 5 فبضربها ب 5 فبتصير 5 times c times 10 to the negative 2 times t. ومنه بحسب الـ expected value ل t، لازم احسب الريلايبيليتي بالاول r of t اللي هي e to the minus integral من 0 ل t لهذا المقدار 5 c 10 to the negative 2 في x dx. فبطلع الجواب e to the minus 5 over 2 مضروب في c 10 to the negative 2 في t squared. لما بحسب الاكسبكتد فاليو تاعت هذه over 5 over 200 هذي لما بحسب expected value إلها expected value ل t integration من 0 ل infinity ل r of t dt. بدي أكمل هذي من 0 ل infinity هون عدد التكامل بدنا نشتغل فيه هي integration مساحة ما راح تكفيني هون من 0 ل infinity e to the negative 5 هاي 1 over 100 بصير over 200 c هاي حنقولها 1 over 40 اختصر وضع في c في t سكوير dt. وعندنا محاضرة فاتت سؤال زي هيك اللي بيعتمد على البي دي اف تاع النورمال. حمحي هون واكمل هاي النقطة. خلوني قبل ما اخلص اكتب هاي r1 of t الريلايبيليتي هي قوة تكامل h of t ف e to the minus integral هاي يعني 1 على 10 t. خلصنا منها على اساس ما ننساهاش. تعالوا نكمل هون for system 2. وعشان نعطيها index الميزة عن هذه خليني اسميها capital R2 T. هيك قيمتها. هلا معناته R2 of T هي عبارة عن integration من 0 ل infinity e to the minus 1 over 4 c مضروبة في t square dt. قلنا له هذا even function دلالة t فهو نص ال integration من minus infinity ل infinity يعني calculus 1 negative 1 over 40 مضروبة في c في t square dt. وده حولها هلا ل البي دي اف تاع النورمال. البي دي اف تاع النورمال قلنا هذا معامل اكس سكوير او تي سكوير بسميه هذا النيجاتيف سي على 40 1 اوفر 2 سيجما سكوير. الفكره اني اطلع سيجما في الموضوع اضرب الاثنين الطرفين نيجاتيف سي على 20 ايكوالز 1 اوفر سيجما سكوير صار بدون النيجاتيف لانه هي برضه في نيجاتيف هون فسيجما سكوير عباره عن 20 اوفر سي هاي سيجما سكوير وسيجما هي جذرها فسيجما بتطلع سكوير روت اوف 20 اوفر سي. عشان يصير هذا التكامل الانتجريشن بيشمل البي دي اف هاي 1 على 2 هاي الانتجريشن من 0 ل انفينيتي اي تو ذا ماينس سي اوفر 40 تي سكوير دي تي. عشان يصير شبه البي دي اف لازم يكون 1 على البي دي اف في جذر 2 باي في سيجما اللي هي جذر 20 على سيجما وهون بضرب فيها فبتصير جذر 2 باي في سكوير روت 20 اوفر سي. وهذا لانه البي دي اف تاع النورمال من ماينس انفينيتي لانفينيتي هذا قيمته 1 فبيطلع معي الجواب
شوفوا هون ال 20 وال 2 2 في 2 4 جذرها 2 بتروح مع هذه فبيضل جوا 10. هذه عبارة عن جذر 10 باي على سي. هاي قيمة السوري الاكسبكتد فاليو اوف تي. هاي الاكسبكتد فاليو مين اللي طلعنا؟ هاي الاكسبكتد فاليو اوف تي. واحنا حكينا انهم نفس المين تايم تو فيلر. بينهم الاثنين if both system has the same mean time to failure اللي هو طلع لي هون 10 فهي لازم اسويها ب 10 وبطلع قيمة C عشان احسن الريلايبيليتي في كل واحدة. وبحكي مين بتفضل اللي بيعيش اكثر من 8 ساعات يعني الريلايبيليتي عند 8 كيلو اعلى هذا هو الافضل. فانا بقدر احسب الريلايبيليتي عند 8 للاول هذا سهل وبقدر احسب عند الثاني اللي هي هذه بس لازم اعرف قيمة C. هي هاي الفكرة اللي اعطاني المينز البعض. فخلينا نشوف هلا كيف بدنا نحسب سي. ومين طلعناه 10 so 10 is equal to square root of 10 pi over c ربع الطرفين square both sides بتطلع 10 pi over c فالسي بتطلع pi over 10 هذا قيمة الكونستنت سي. وبيطلع معي r2 of t من هون حكتبها e to the minus أو هاي نفسها 1 over 40 مضروبة في c اللي هي pi over 10 مضروبة في t squared اللي هي e to the minus pi over 400 t squared. هلا نقدر نعمل مقارنات نحسب r1 at 8 مين البروبابيلتي إنه يعيش أكثر من 8 ساعات أعلى له هاي r1 of t بتطلع e to the negative 8 over 10 على الكالكوليتر حسبتها أنا طلعت 0.449 و R2 of 8 عوضوها هون بصير e to the minus pi over 400 times 8 squared وعلى الكالكوليتر هاي بتطلع 0.605 معناته system 2 has greater reliability. فالبروبابيلتي انه السيستم الثاني يعيش اكثر من 8 ساعات اعلى من انه السيستم الاول يعيش اكثر من 8 ساعات. شوفوا كمان مثال بس بدي احط هذا المثال ما يكونوش اندبندنت عن بعض. يعني ما استعمل الريلايبيلتي هي حاصل ضرب الريلايبيلتيز كلهم. شوفوا كيف بدنا نذكركم نظرية الاحتمالات وشغلات تعتمد على نظرية الاحتمالات على probability theory بمثال هذا الجانب. يعني ممكن تنسألوا على قوانين أنا برهنتها إنه they fail independently. أما إذا هو حكى إنه إحنا by default بنعتبر إنهم fail independently إذا ما حكى السؤال. أما إذا حكى لك لا هم مش independent time to fail تاعهم فقدرش أستعمل إنه reliability هي حاصل ضرب الريلايبيليتيز أو الهازارد ريت هو مجموع الهازارد ريتس اللي موجودات عندي. فهذا بيعتمد شو السؤال بحكي لي حكى مش اندبندنت خلص بتعامل مع اللي حكى ما حكى لي بعتبر انه اندبندنت. شوفوا هذا الاكزامبل. اكزامبل بحكي in a series connection of two systems of two components لحظة حاجة سيريز كونكشن بقول لكم failure does not occur independent but rather إذا مش independent بهمنيش عارف الـ PDF لكل واحدة بهمني عارف الـ joint PDF إلهم أنا نسميه F of T1 F of XY أنا نسميه هون T1 T2 رات الـ values عندي اسمه T1 T2 equals أعطيك إياه بسيط 1 over 50 و 0 otherwise وين قيمته 1 over 50 في الريجن هاي بـ T1 و T2 في الريجن R مش الريل نمبرز هاي الريجن سماها R elsewhere وهلا بيجي وين هاي الريجن R
where R is the region shown below. معطيكو هذا الريجن هاي T1 T2، معطينا right angle triangle ثلث قائم الزاوية هون، معطيني هاي عند 100 T1 قيمتها، وهاي عند 110 وهاي برضو 100، يعني جايين على T1 equals T2 على اللاين، هذا اللاين هاي هاي T1 equals T2 وهي الريجن بسميها R. شو بحكي السؤال؟ بقول السؤال find the reliability function for the overall system. إذا بترجع أحدد لكم المنطقة هذه Reliability هي 1-CDF، فبهمني أعرف الـ CDF اللي عندي الـ PDF. بتتذكروا في Chapter المنطق 3 I think أو 3 and لا 4 Functions of Several Variables، كيف كنا نطلع الـ CDF؟ إذا أعطيتكم الـ PDF region هيك ما كانوش independent، كيف كنا نطلع الـ CDF إلها؟ هاي بدنا ننبهكم إلها، وهي في حالة خاصة بدنا نرسمها نفرجيكم كيف تطلعوها. إذا أخذنا الريجن تاعنا هذه هاي T1 T2 وهي الريجن، هذه الريجن تاعتنا، هذه المعادلة ذاته عند 110، هاي عند 100، هذه عند 100، هذه عند 110. الخط المائل هذا بمر 100 110 110، هاي T2 equals T1 اللي هو y يساوي x. هذا الكل عنده constant y equals 110 اللي هي t2 equals 110، وهذا t1 equals 100. t1 equals 100. انتم بشكل عام بذكركم احنا عندنا هون t time to failure عندهم اللي هي minimum t1 وt2. ليه؟ لانه series connection، اذا واحدة تشتغل بفشل السيستم كله. فهو إذا الأولى هي الأقل بيفشل مع الأولى، إذا الثانية الأقل بيفشل مع الثانية، فالتي هي المينيموم. فأنا بنحسب كأنه بنحسب الـ CDF لهذا المينيموم تاعته. المنطق لو جيت نحكي لكم بشكل عام كيف أتعامل مع المينيموم، لو أخذنا أي نقطة هون اللي بتمر بتي وتي نفسها، لما هاي مش هاي T1 وهاي T2، لما يتساوى مثلا النقطة هاي نفس الـ X والـ Y زي بعض 5 و5 7 و7، 2 و2 3 و3، whatever. طلع على الرسمة اللي أرسمها، هاي شغلة كالكولس بدكم تنتبهوا لها. لو جيت أقسم المناطق، أنا ما أحكي بدي probability، يعني ما أحكي مثلا F sub T1 of T، شو معناها؟ معناها probability إنه T1 أقل أو يساوي هاي T، هاي T1 equals T، أقل أو يساوي المنطقة اللي على اليسار كلها، المنطقة هاي كلها اللي على اليسار، حجزيها من المناطق التالية. هاي هسميها 1، يعني هاي المنطقة هسميها 1، المنطقة هاي اللي تحتها هسميها 2، والمنطقة اللي هون هسميها 3. شوفوا انتوا لو قلنا لو انتبهتوا للملاحظة التالية، بدي احسب لكم F sub T1 of T اللي هي يعني probability انه T1 اقل او يساوي T، هاي T1 equals T، وهذا اللاين T2 equals هذه T constant T رقم معين بس نفس القيمة التنتين. اللي أقل من T المنطقة هاي على يسار الخط العمودي. لو حسبتوا هاي FCDF عند T، يعني T2 أقل من T مش تساويها تحتها، فالمنطقة اللي تحت هاي مشان أوضح لكم إياها ممثلة بالمنطقتين 1+2، هاي ممثلة بالمنطقتين اللي تحت هذا اللاين 2+3. أنا بدي أحصل على هذا F sub T of T، يعني المينيمم منهم يكون أقل
من تي، هم بتساوي هون المينيمم في هاي المنطقة. مين أكبر تي 1 ولا تي 2 في هاي المنطقة تحت هذا اللي بتساويه؟ فأنت إذا بدك تحسب لي هاي المينيمم فيهم أقل أو يساوي تي، إحنا حسبنا هاي كلها، حسبنا هاي كلها، بدي أشيل المشترك. المشترك هذا من قوس تي 1 وتي 2 تكون أقل من هاي القيمة تي، فهذا هو الجوينت بي دي اف عند تي 1 وتي 2، هذا هو اللي يمثل المنطقة 2. فأنا لما كتبت هذه أنا حسبت كل هذا الحكي، هدول الثلاث مناطق كيف عبرت عنهم. المنطقة الأولى أخذت 1 و 2 زائد 2 و 3 فتكرر 2 شطبتها، فأنا صرت ناخذ 1 و 2 و 3. هاي هي اللي بتمثل هذا السيريال. ليه؟ شو معناه إنه probability؟ هذا معناه إنه probability إنه المينيمم of T1 و T2 أقل أو يساوي T، يعني الصغير فيهم هذا T اسمه المينيمم أقل أو يساوي T، هاي T المينيمم فيهم أقل أو يساوي هذا T، الصغير فيهم أقل أو يساوي T، هذا اللي هو المنطقة ضمنه في المنطقة 2 فقط، في المنطقة 2 فقط، يعني في هاي المنطقة الصغير فيهم أقل من هاي T أو هاي T. يعني لو كانت مثلا بس لتقريب الصورة هاي 10 وهاي 10 أخذت رقم هون 11، T1 صارت أكبر من 11 في هاي المنطقة، بس هون T1 و T2 الاثنين أي واحدة فيهم أقل من 10، فبالتالي المينيمم أقل من 10. كانت هون الفكرة هاي. فأنا بدي أحسب هذا الـ CDF عشان أحسب منه الـ Reliability، وإذا بدي أحسب الـ Reliability منه لازم أحسب كل واحدة من هذول. كيف بدي أحسب كل واحدة فيهم؟ Reliability هي 1 minus F of T، يعني 1 minus هذا. بدنا نحسب F of T1 F T2 CDF لكل واحدة فيهم. هلا إذا أنا بعرف هذا، بعرف الـ Joint PDF، كيف بعرف الـ Marginal PDF؟ هذا الـ Marginal هلا صار نحسب هذا الـ Marginal CDF هذا الـ Marginal CDF هذا الـ Joint PDF. هلا نحكي عنه كمان شوي. الـ Marginal PDF لكل واحدة فيهم اللي هي أول واحدة F1 F هسميها هيك صار T1 of T. إذا بعرف الـ Joint PDF كيف كنت أحسب الـ Marginal PDF؟ كنت أعمل Integration للـ Joint PDF على Variable الثاني. نحسب الـ Marginal PDF على X، نحسب Integration على Y. بس شو حدود التكامل هسه؟ أنا هذا اللي بتهمني. شو حدود التكامل؟ بديش أعمل على DT على Second ثاني واحدة DT2 T2 هاي. لو تطلع T2 بين كم وكم أخذ vertical 1؟ بين كم وكم T2 طلعته على هذا؟ فأنا نحكي عن النظرية الاحتمالات هاي كتير. هاي ما جاي T2 هلا T2 من هون لهون بلش من T1 ل 110، يعني integration من T1 ل 110 1 على 50 DT2 1 على 50 بنت الجوينت PDF، وهذا ثابت في طول الفترة بصير 1 على 50 110 ناقص T1، T1 باخذها كاملة ما بين 110 100 ل 110. تذكروا هذا الحكي النظري الاحتمالات كنا نعمله. هاي الأولى. الثانية بتاعتنا of T، أو خلينا نحسب أول شيء الـ CDF بتاعتها. F تعرفون هاي probability أقل أو يساوي T، يعني integration من بداية الفترة ل T أغير الحرف، يعني من 100 ل T لهذا الـ PDF X DX. هاي هذا اقتران خطي بقدر أكمله كالتالي: 1 على 50 مضروبة في 110 ناقص X تربيع على 2 في معامل X من 100 لتي، من 100 لتي نعوض الأرقام نطلع عندي سالب 1 على 100 مضروب في 110 ناقص تي تربيع ناقص 110 ناقص 100 طبعا أكيد 10 تربيع اللي هي 100. فكوا الأقواس وبسطوها راح تطلع بالأخير كالتالي، تأكدوا من الحسابات: 1 على 50 مضروب في سالب 6000 زائد 110 تي، بس انا عملت فك اقواس نص تي تربيع، وهذا المارجنال سي دي اف لتي 1 هذا بوينت تي. طبعا احنا عارفين التي هون
السي دي اف هي قيمتها ما بين 100 إلى 110 كامل. نفس الطريقة بدي احسب المارجنال بي دي اف مارجنال سي دي اف ل تي 2. طلعنا من الجوينت المارجنالز. هلا المارجنال بي دي اف تي 2 اذا بدي احسبها هي عباره عن configuration للجوينت بي دي اف with respect to تي 1، وقيم التكامل تي 1 اذا بتاخذ 1 يونت هاي تي 1 بنبلش من هون من 100 ل تي 2، من 100 ل تي 2 يعني هذا الانتجرال من 100 ل تي 2 لواحد على 50 تي تي 1. هذا ثابت بضرب الثابت بطول الفترة طبعا. بنصفي عندي البي دي اف هي 1 اوفر 50 في تي 2 ماينس 100 واخذ قيم تي 2 كاملة على المنطقة كلها اللي هي من 100 ل 110. هلا بنحسب السي دي اف ابسط تي 2 عندي بوينت تي يعني probability انه تي 2 أقل أو يساوي هاي التي يعني integration من بداية الفترة التي لـ marginal dt2. لو خليتوها t2 لأنها مختلفة عن t هاي فما عندنا مشكلة وما أخذها عن قيمة معينة اللي هي t. طبعا هيك كان حوله سهل 1 over 50 في t2 minus 100 كلها سكوير على 2 في معامل t2 1 من 100 ل t عوض t تصير 1 على 100 في t minus 100 squared minus عوض 100 بتطلع 0 وال t قيمها بين 100 و 110. هيك طلعنا ال CDF عن t2 وإذا فرضتوها 1 over 50 هلا بدنا نرجع للكتاب عشان تتأكد إن الأرقام صح. أنا بكتب الأجوبة النهائية بس عم لو خلينا هيك بكفي 100 t بس 5000 هذا جوابنا. هلا بدي احسب الجوينت سي دي اف عند تي و تي تي 1 تي 2. الجوينت سي دي اف احنا نعرف انه الدبل انتجرال الاولى من بدايه الفتره لتي والثاني برضه لتي يعني تي 1 اقل من تي وتي 2 اقل من تي. لو جينا نعمل دبل انتجرال للجوينت سي دي اف بدنا ناخذها بالاول دي تي 2 بعدين دي تي 1. نبدا بدي تي 2 تي 2 حكينا قيمها هي تي 2 ما بين تي 1 و 110 هاي ما بين تي 1 ل تي لو اخذنا بوينت من نصهم تي و تي من تي 1 لتي هاي راح تكون من بدايه الفتره تاعتها من 100 لتي اخذت بوينت تي تي بنص المنطقه اذروايز زيرو احنا عارفين. فاحنا بناخذ الاولى هاي من هون لهون تي 2 من تي 1 للتي والثاني بناخذها من هون لهون فمن 100 لتي واحنا عارفين انه هاي قيمتها كونستانت من تي 1 لتي وهون من 100 لتي 1 على 50 دي تي 2 دي تي 1. فبضل احسب هذا الانتجرال مضروب في t minus t1 dt1. وهلا التكامل بالنسبة لt1 1 over 50 هاي تكاملها t minus t1 squared على 2 في الكوفيشنت of t1 يعني negative 2 من 100 لt عوض مكان t1 هاي negative 1 over 100 في t minus t is 0 وال minus t minus 100 squared يعني حتطلع عندي 1 over 100 هذه مضروبة في t minus 100
squared. هاي هي F of T1 joint EDF at the point TT. هي function of T1 يعني. تلاحظوا شغله هذا هون. هدول مالهم؟ هدول متساويات. حتى ما كتبنا هاي. فما تخلطوش. هاي هي F 2T2 of T. طلعت نفس الهرم. F of T1 T2 at the point TT. هتلو زي بعض. هاي نفسها F. هدول طلعوا زي بعض فبيكنسلوا بعض. فبيطلع عندي CDF للT مين مينيمم نفس T1. نفس ساعة T1. فهذا اللي هنستنتجه. معناته F sub T of T هي عبارة عن F sub T1 of T. واللي هي طلعناها تحت هيها 1 على 50 في 6000 minus 6000 plus 110 T minus half T squared. The reliability هي 1 minus CDF يعني 1 minus هذا الحكي كله بتوزعوا الماينس واحد تطرحوه منهم راح يطلع كالتالي راح يصفي عندي 1 2 1 بس نطرح ونخلص نضرب 1 على 50 فيها كلها وواحد ناقص الجواب نطلع minus 11 over 5t plus 1 over 100 t squared. هذا الحكي متى بيشتغل؟ هو اللي support تاعنا بس اللي هو لما تكون t بين 100 و 110. إذا بتتذكروا في قبل 100 وبعد المية يا زيرو يا ون. أذكركم بالسي دي اف كيف شكل الأمور. هذا السي دي اف هيك مش كامل مكتوب. أخذناها فهمتوا. هذا السي دي اف. مظبوط؟ السي دي اف بيكون عندكم. احنا المنطقة تاعتنا ما بين 100 و 110. بتتذكروا السي دي اف تعطاني منطقة من 100 110 سي دي اف قبلها صفر وبعدها قيمته 1 دائما قيمة السي دي اف هون بكون الفانكشن اف اوف تي هون 0 هون 1 بعدها لانه بيبدا من 0 بوصل ل 1 من الماكسيمم فاليو الريلايبيلتي 1 ماينس هذا الحكي ف 1 ماينس 0 بتطلع 1 قبل ال 100 وبعد ال 100 1 ماينس 1 بتطلع 0 وضل 1 ماينس هذا الجواب اللي بالنص يكون عرفنا قيمة الريلايبيلتي بتاعته. هيك خلصنا موضوع السيريز كونكشن. إن شاء الله نشوفكم في المحاضرة الجاية بموضوع البارالل كونكشن. يعطيكم ألف عافية.